مشاهدين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في جولة الصحافة لهذا اليوم، والتي نصحبكم فيها بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية والعبرية. وسنقرأ وإياكم مشاهدين بعض العناوين ضمن الصحافة الإلكترونية. دعونا مشاهدين في البداية نستطلع ونستوضح وإياكم العناوين التي سنعرف تفاصيلها خلال هذه الحلقة. أبدأ من الصحافة الأجنبية وتحديدا من صحيفة الجارديان، التي عنونت وكتبت اليوم: جمعيات بريطانية تجتمع معا لتوفير احتياجات الأفغان الوافدين. فيما الصحيفة البريطانية الأخرى اندبندنت فكتبت هذا الصباح: اللقاحات تثبت فعاليتها ضد دلتا، وتحذيرات مقلقة من فصل الشتاء. فيما موقع ميدل إيست مونيتور هنا فعنون وكتب مشاهدينا: سواء كان ذلك في أفغانستان أو احتلال فلسطين فإنه لا يدوم إلى الأبد، كما يقول الموقع. أما آخر ما لدينا في الصحافة البريطانية اليوم فهو من موقع ميدل إيست آي. الموقع كتب: بايدن وبينيت سيلتقيان الأسبوع المقبل للحديث حول إيران. أما في الصحافة العربية مشاهدينا، فبداية اخترنا هذا العنوان من صحيفة القدس العربي، التي عنونت على صدر صفحتها الأولى: مشاورات لطالبان مع عبد الله وكارزاي وغني في الإمارات وواشنطن تتخلى عنه. أما صحيفة الشرق الأوسط فكتبت اليوم: اعتراض دورية لليونيفيل في منطقة نفوذ حزب الله. صحيفة المصري اليوم كتبت وتحدثت: مجلس النواب الليبي يوافق على قانون انتخاب الرئيس. من الصحافة العبرية مشاهدينا اخترنا هذا العنوان من إسرائيل اليوم، وفيه: قلق من تقارب بين طالبان وحماس، والأخيرة تعلق. كما وسنكون معكم مشاهدينا بموضوع أو في فقرة قاضي كاتب وحوار، والعنوان الذي اخترناه لمقال اليوم: درس الأفغان، سنن الحياة لا تتخلف، وكتبه الأستاذ دكتور يوسف رزق، الذي سيصحبنا أيضا في إطار هذه الجولة. ثم مشاهدينا وفي آخر محطات جولة الصحافة سنقرأ عناوين الصحافة الإلكترونية من الجزيرة نت والخليج الجديد وعربي 21، وسنختم بقراءة العناوين في بي بي سي عربي. دعوني الآن مشاهدينا نتعرف وإياكم على تفاصيل هذه العناوين، وتحديدا ضمن الصحافة البريطانية. أرحب بانضمام ضيفنا عبر سكايب من لندن الصحفي أنور القاسم. أستاذ أنور، بداية أهلا بك معنا. مرحبا. مرحبا بك. والجارديان كتبت: جمعيات بريطانية تجتمع معا لتوفير احتياجات الأفغان الوافدين. كيف تبدو قضية مساعدة الأفغان المنتظرين بحسب رئيس الوزراء 5000 منهم خلال عام؟ هذا صحيح، بالفعل وصلت مجموعة من الأطفال 65 طفلا، إضافة إلى أن لا زالت الحكومة البريطانية مهتمة أيضا بترحيل المتعاونين مع الحكومة البريطانية والموظفين الذين عملوا من الأفغان إلى بريطانيا. هناك هبة كبيرة هنا في بريطانيا لمساعدة هؤلاء. نعم، 20,000 شخص ستستوعب الحكومة البريطانية خلال سنوات، لكن ستبدأ هذا العام باستقطاب 5,000 من الأفغان. هل هذا يكفي؟ بطبيعة الحال هذا لا يكفي، لكن معروف عموما يعني الصحافة البريطانية مهتمة بما يعانيه الأفغان، مهتمة بشأن المرأة الأفغانية، مهتمة بشأن الأطفال، وأيضا بالمساعدات التي يقدمها الغرب لأفغانستان. معظم الدول الأوروبية الآن، يعني حسب المقال، معظم الدول الأوروبية تتحدث عن أنها ستمنح الأفغان، الكثير من الأفغانيين، حق اللجوء، وبالتالي يعني عفوا وبالتالي سيكون بإمكان الأفغان اللجوء إلى أوروبا بعد أن أوصدت هذه الأبواب في وجههم في السابق، وبعد أن قررت مجموعة من الدول منح أو عدم منح عفوا الكثير من الأفغان حقوق البقاء في الدول الأوروبية. الآن كل ذلك تجمد، وهناك نوع من حقيقة من التعاطف مع أفغانستان، ونوع من الرضا والقبول بما آلت إليه الأمور بعد أن كان هناك رفض كبير جدا سياسي لوصول طالبان إلى السلطة. نعم،
فيما يتعلق بعملية استقبال الأفغان كما تحدثت الحكومة البريطانية منذ عدة أيام ومنذ التطورات الأخيرة التي حصلت في أفغانستان وسيطرت حركة طالبان على مقاليد الحكم أو مقاليد السلطة هنالك، ماذا فيما يتعلق بعملية إجلاء القوات البريطانية من جانب وكذلك مسألة استقبال الأفغان الذين تعاونوا وساعدوا كما قال بوريس جونسون القوات البريطانية في أفغانستان على مدار السنوات الماضية؟ يعني هذا هو الهم الأول الآن للحكومة البريطانية. أجلت الحكومة البريطانية حتى الآن 333 بريطانيا، أيضا أجلت 2052 أفغانيا كانوا يتعاونون مع السلطات البريطانية. ويبدو أن الحكومة أولا مهتمة بعودة كل البريطانيين المتواجدين هناك، وحتى الآن لم تقرر إذا كانت ستبقي على سفارتها أم لا. السفارة ستغلق مبدئيا، يعني تنتظر بريطانيا التي دعت إلى قمة للدول السبع الأسبوع المقبل لتحديد موقف مشترك من الدول الكبرى تجاه أفغانستان. أيضا رئيس الوزراء يقول دعونا، وهذه للمرة الأولى وتعتبر نوعا من التراجع حقيقة عن التشدد ضد وصول طالبان للسلطة، للمرة الأولى يقول رئيس الوزراء دعونا نحكم على الأفعال للأقوال. الأقوال التي صدرت من المؤتمر الصحفي لطالبان لاقت حقيقة صدى طيبا في أوروبا والغرب، لكن الجميع الآن ينتظر ماذا ستفعل طالبان على الأرض. هل ستنفذ الوعود؟ هل ستحترم الديمقراطية؟ هل ستحترم حقوق المرأة؟ هل ستحترم العلاقات مع الغرب؟ هل ستتوقف عن دعم الحركات الجهادية التي تقوم بعمليات إرهابية في الغرب؟ الجميع الآن ينتظر ما ستتعهد به أفغانستان أو الحكومة الطالبانية الجديدة في أفغانستان للمجتمع الدولي. نعم، الجميع يترقب إقليميا ودوليا السيناريوهات المقبلة في أفغانستان والتغيرات كذلك وتطبيق أيضا التطمينات التي قدمتها حركة طالبان في خطاباتها الأخيرة. سنترك الآن صحيفة الجارديان ونذهب إلى إندبندنت، والصحيفة عنونت هذا الصباح وكتبت: اللقاحات تثبت فعالياتها ضد دلتا وتحذيرات مقلقة من فصل الشتاء. بناء على ماذا بنت صحيفة إندبندنت هذا التصريح؟ يعني بناء على استطلاع قامت به جامعة أكسفورد، كما نعلم جامعة أكسفورد هي التي باشرت بإنتاج وإيجاد لقاح أسترازينيكا، وهو لقاح فعال وتعتمده منظمة الصحة العالمية إضافة إلى العديد من دول العالم، وأوروبا تعتمد هذا اللقاح. الدراسة تقول إن تعاطي جرعتين من لقاح أسترازينيكا ومن اللقاحات الأخرى مثل فايزر ساهمت بشكل كبير حقيقة في الحد من انتشار وباء كورونا ومن انتشار السلالة الجديدة التي تقلق المجتمع الدولي. أيضا تقول الجامعة في دراستها والخبراء الذين عاينوا مجموعة من التحاليل يقولون إن لقاح أسترازينيكا لا زال فعالا 71% كما قالت الشركة المنتجة منذ البداية، لكن مثلا لقاح فايزر الأمريكي تراجع مثلا من نسبة 95% إلى 93%، هي نسبة عالية جدا لكن النسبة تذبذبت كما تقول الدراسة. لكن في المحصلة حقيقة هناك خشية الآن من أن أعداد المصابين بدلتا أصبح كبيرا جدا، أصبح يقض مضاجع دول كبيرة مثل الولايات المتحدة مثل بريطانيا مثل الصين ومثل دول أخرى. أيضا هناك خشية تقول الدراسة من أن الشتاء مقبل وبالتالي سيكون كل شيء مغلقا، وبالتالي هذا الأمر قد يؤدي إلى انتشار هذه السلالة بشكل كبير جدا وقد تصبح خطرا على المجتمعات وعلى الصحة العامة وأيضا على الاقتصاد الدولي. وهناك نصائح الآن بإعطاء جرعة ثالثة مثبتة كما يقال، أو أيضا الضغط على الحكومات وعلى المجتمعات لأخذ اللقاح حتى في أعمار
قليلة مثلا 12 عام وما دون. هناك يعني مطالب الآن، وهناك أيضا نوع من التشجيع في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والكثير من الدول على أن تعطى أو يعطى من تقل أعمارهم عن 12 عاما هذا اللقاح، كي تكون هناك مناعة عامة لكل الأعمار. لكن هل الصحيفة تطرقت إلى التحذيرات فيما يتعلق بالتحذيرات المقلقة كما قالت في فصل الشتاء؟ هل تطرقت إلى احتمالية وجود أي إجراءات احترازية من قبل الحكومة ستفرض في بريطانيا لاحقا؟ نعم، يعني أولا لا زالت هناك بعض الإجراءات. نعم، بريطانيا خرجت من ثالث إغلاق شامل، لكن لا زالت احتياطات تتخذ مثلا في وسائل النقل العامة، في التجمعات الكبيرة تطالب الحكومة بالكمامات. أيضا لا زالت تحذر من أن مخاطر قادمة لا زالت قائمة، أيضا تحذر من فترة الشتاء من التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، إضافة إلى أن بريطانيا حتى الآن قامت بإعطاء 88 مليون جرعة، وهي تعتبر من أكبر النسب المعطاة على مستوى العالم، وبالتالي هي بريطانيا بحاجة إلى 75% من تطعيم شعبها حتى تستطيع مثلا المحافظة أو يعني السلامة من تفشي هذا المرض. الولايات المتحدة أيضا أعطت يعني أعطت ملايين الجرعة، لكن حتى الآن لا زالت تخشى من انتشار سلالة دلتا وتأثير سلالة دلتا، باعتبار أن نسبة كبيرة من الشباب يرفضون أخذ اللقاح. هذا الأمر أيضا ينطبق على ألمانيا وينطبق على فرنسا وينطبق على الصين الآن التي تعلن في بعض المناطق إغلاقا شاملا. إذا العالم للأسف الشديد لم يخرج بعد من خطر كوفيد وخطر دلتا والمتحورات الجديدة، لكن على الأقل هناك لقاحات الآن تعتمدها كل الشعوب للحد من انتشار هذا الوباء. وبدأ التعامل طبعا مع فيروس كورونا في الفترة الأخيرة يكون شبه طبيعي في ظل عودة، على سبيل المثال في بريطانيا، عودة الجماهير إلى الملاعب للبريمير ليج كما تابعنا في أسبوعها الأول وانطلاقة الدوري الممتاز هناك. أستاذ أنور، نترك صحيفة اندبندنت ونذهب الآن إلى ميدل إيست مونيتور، الموقع الذي تناول الشأن الأفغاني ولكن من زاوية مختلفة. قال: سواء كان ذلك في أفغانستان أو احتلال فلسطين فإنه لا يدوم إلى الأبد. إذن الموقع يشبه ما حصل في أفغانستان بما سيحصل ربما في فلسطين لاحقا. ما حيثيات هذا البحث الذي قدمه الموقع؟ يعني أولا يعتبر الموقع موقعا إعلاميا محترما، هذا من أهم المقالات التي تقرأ حقيقة حول ما يحصل في أفغانستان. الكثير من المقالات، الكثير من الكتاب الكبار يكتبون الآن عن ماضي، عن مستقبل أفغانستان، عما آلت إليه الأحوال، لكن أهمية هذا المقال أنه يربط بما حصل في فلسطين وما يحصل الآن في أفغانستان. هناك تشابه، يقول المقال، تشابه كبير جدا، من حيث أولا في مثلا في أفغانستان يعدد الكاتب المراحل التي مر بها احتلال أمريكا لأفغانستان بعد أحداث 11 من سبتمبر. أيضا يتحدث عن أن مليارات، عشرات بل مئات المليارات صرفت لتطويع أفغانستان ولدمقرطة إذا أردنا أفغانستان وتهجين أفغانستان، لكن كل ذلك تبخر وذهب أدراج الرياح طوال عقدين، نحن نتحدث عن أكثر من 20 عاما. أيضا يتحدث المقال عما جرى في فلسطين وعن وصول مثلا أن دائما الطرف الذي يلجأ إلى المحتل أو إلى الغرب لم يكن يعني لا يستطيع أن يستمر في الحكم، هذا ما جرى في أفغانستان وهذا ما يجري في فلسطين. يقول المقال أيضا إن مثلا حركة حماس الإسلامية نجحت في الانتخابات، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل كانت ضد هذه الديمقراطية التي تنادي بها الولايات المتحدة وإسرائيل. أيضا قالت إن الولايات المتحدة ضغطت على الرئيس الفلسطيني لعدم الإجراء أو لعدم إحداث حكومة وطنية تشمل المعارضة أو الحركات الإسلامية وخاصة حماس، وهذا ما حصل، لكن
هذا أدى إلى فشل كبير في الحكومة الفلسطينية وشبه انهيار للحكومة الفلسطينية تماما كما يحصل في كما حصل في أفغانستان. أيضا تقول الصحيفة إن يعني فترة البشر تتحدث عن أن البشر لا يقبلون الاحتلال والتنمية لا يمكن أن تفرض فرضا. هذا ما جرى في أفغانستان وهذا ما قد يجري في فلسطين. أيضا تقول الصحيفة إن أفغانستان وفلسطين تتشابهان بشكل كبير من حيث يعني عدة أو تكاثر الاحتلالات عبر التاريخ لهاتين المنطقتين، لكن كل هذه الاحتلالات رغم قسوتها وكبرها وطول السنين التي بقيت في تلك المناطق كلها رحلت سواء في أفغانستان وفي فلسطين. ولهذا يعني يصل المقال إلى خاتمة بأن فلسطين ليست استثناء، والضغط الموجود في فلسطين والقهر الموجود في فلسطين والدعم الغربي اللامحدود والأمريكي بالتحديد لم يستطيع أن ينقذ أفغانستان. الإرادة الشعبية فرضت نفسها، وهكذا ما قد يحصل في فلسطين عاجلا أم آجلا. وهناك تشابه كذلك فيما يتعلق بأن طالبان اعتبرت الوجود الأمريكي على أراضيها احتلالا، وكذلك هذا الأمر تعتبره فصائل المقاومة الفلسطينية في ظل الوجود الإسرائيلي احتلالا، وتواجهه بالسلاح بالمناسبة. نترك ميدل إيست مونيتور ونذهب إلى ميدل إيست آي، وهو آخر ما لدينا بالمناسبة في الصحافة البريطانية لهذا اليوم. بايدن وبنت سيلتقيان الأسبوع المقبل للحديث حول إيران، إذن لقاء واجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عنه ميدل إيست آي. ما الذي كشفه من تفاصيل الموقع؟ يعني أيضا هذا من المقالات الجديرة بالقراءة والجديرة حقيقة بالتعاطي معها. يعني هناك لقاء مفصلي، لقاء هام جدا. أولا هو لقاء أول ما بين الرئيس بايدن ورئيس وزراء إسرائيلي وصل إلى السلطة بعد صراع مرير مع نتنياهو المتشدد الذي رفض كل الحلول، رفض التعاطي مع القضية الفلسطينية. يعني كان يتخذ قرارات أحادية بدعم من الرئيس الأمريكي السابق. هناك الآن معطيات جديدة في الشرق الأوسط. أولا المقال يتحدث عن أن هذا اللقاء سيتناول القضية الإيرانية، وضع إيران، لكن هذا ليس يعني أيضا المقال يتحدث عن أن إيران ليست المحور الوحيد. هذا اللقاء سيتناول ما حصل في أفغانستان وخروج الولايات المتحدة في أفغانستان من أفغانستان والوضع المزري الذي وضعت نفسها فيه الولايات المتحدة ودول الغرب في أفغانستان. أيضا سيتحدث عن الوضع في إيران، المفاوضات بالنسبة لل الشأن النووي، وأيضا ما توصلت إليه هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة وبين إيران. أيضا التوتر الكبير الذي حصل مؤخرا عن طريق اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بتفجير سفينة في بحر عمان، سفينة يملكها رجل أعمال إسرائيلي. أيضا الوضع في سوريا وفي العراق، هناك الموقع يلمح إلى أن يعني هناك تفكير أمريكي بالخروج من العراق، الخروج العسكري من العراق ومن سوريا. أمريكا لا تريد أن تبقى في الشرق الأوسط تماما كما فعلت في أفغانستان. أيضا سيبحث هذا الموضوع الهام جدا إذا كان سيؤثر على الأمن الإسرائيلي أم لا، وإمكانية سحب القوات الأمريكية من العراق ومن سوريا. هذا موضوع مهم جدا. أيضا الموضوع أيضا الذي تلمح له أو يلمح له الموقع هو إمكانية إجراء مفاوضات جديدة أو التوصل لاتفاق جديد ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا الاتفاق الذي رفض من قبل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وغيره، وأيضا رفض من الرئيس بنت الحالي نفتالي، لكن الرئيس الحالي أو رئيس الوزراء الحالي هو أميل إلى الموافقة على إعادة المفاوضات مع الفلسطينيين باعتبار أن الوضع داخل إسرائيل والوضع الإقليمي لا يسمح لإسرائيل بتجاهل ما يحصل في المنطقة. وبالتالي هذا اللقاء حقيقة قد يكون لقاء مفصليا، قد يكون لقاء هاما ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، أيضا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي يقول المقال
إن أمريكا تريد الخروج من الشرق الأوسط، لكن الشرق الأوسط لا يريد أن يترك أمريكا. إذن هو لقاء ذا أهمية داخلية بالنسبة لبنت، وكذلك إقليمية وخارجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك جزيلا على حضورك معنا اليوم أنور القاسم، الزميل الصحفي، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا لك. ومشاهدينا نتوقف عند جولة من الأخبار الدولية ثم نعود. في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ: هيرست، هل انتصار طالبان بداية النهاية للإمبراطورية الغربية؟ فورين بوليسي، الصين لن ترتكب نفس أخطاء أمريكا في أفغانستان. قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في موقع ميدل إيست آي إن حساب تكلفة التدخل الغربي في أفغانستان بعدد الأرواح العسكرية الأمريكية والبريطانية التي أزهقت هو الدليل القاطع على أننا حضارة تتآكل. وأضاف: إلا أن عالم الخيال الذي ما زالت الليبرالية الغربية تشتغل فيه في غرب آسيا والشرق الأوسط ما زال مرشدا، إذ يخبرنا الكثير عن نفسية الإمبراطورية التي أفل نجمها. وأكد إنها تعيش حالة من الإنكار، ليس على الأقل فيما يتعلق بدورها في هذه الكارثة. نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا لأستاذ الأبحاث في معهد الدراسات الاستراتيجية في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي عظيم إبراهيم، قال فيه إنه مع خروج أمريكا من أفغانستان وسقوط كابول لم تحضر الصين بجيش، إنها تحضر حاملة الهدايا لجميع الأطراف ليس أقلها لحركة طالبان الصاعدة، وبالتالي فإن آفاق بكين تبدو بالفعل أفضل بكثير وأقل تكلفة من مشروع بناء الدولة والجيش الذي تبنته أمريكا. لا تهتم الصين بالسياسة أو الحكم في أفغانستان، وبالتأكيد ليس في شكل حقوق الإنسان أو جهود بناء الدولة التي حاولت أمريكا وشركاؤها في الناتو تشجيعها بشكل عشوائي. من جانبها تنظر بكين إلى أفغانستان جزئيا من منظور مبادرة الحزام والطريق. قامت الصين بالفعل ببناء بنية تحتية واسعة النطاق للنقل عبر دول آسيا الوسطى شمال أفغانستان، وتواصل البناء بوتيرة سريعة هناك وفي باكستان إلى لاهور وجوادر. مشاهدينا الآن نتحول وإياكم إلى فقرة كاتب ومقال، والمقال الذي اخترناه لهذا اليوم جاء تحت عنوان درس الأفغان سنن الحياة التي لا تتخلف، وهذا المقال منشور على موقع صحيفة فلسطين وهو على موقعها الإلكتروني، وكتبه الأستاذ الدكتور يوسف رزقة الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. دكتور يوسف، بداية أهلا بك معنا. أهلا بك حبيبي. أهلا بك. ما هي أبرز الدروس التي يمكن استخلاصها بداية بشكل عام مما جرى في أفغانستان، وتحديدا وخاصة ما يرتبط بفلسطين والوضع فيها؟ الحقيقة ربما يكون أول درس هو ما تضمنه العنوان بشكل واضح، وهو أن للكون سنن وللحياة سنن، وأن هذه السنن لا تتخلف البتة، قد تتأخر، قد تكون فاترة، قد تأتي سريعة، لكنها في النهاية حتمية من مقتضيات الكون تأتي بذلك. الاحتلال الأمريكي جاء لأفغانستان بعد احتلال طويل للروس، انتهى الاحتلال الروسي بفوز المجاهدين في أفغانستان، وانتهى الاحتلال الأمريكي مرة أخرى أيضا بفوز طالبان وانتصارها وخروج الدولة العميلة للأمريكان من كابول. وهذه أيضا في جميع الأحوال هذه السنن تسير في الحياة بغض النظر عن المكان الجغرافي أو عن الزمان،
وبالتالي درس فلسطين المقتبس من هذه الحالة الأفغانية هو أن فلسطين ذاهبة بإذن الله إلى حالة من الحرية والنصر وعودة الأرض لأصحابها الشرعيين الفلسطينيين الذين يجاهدون في ذلك. قد يكون ولكن دكتور في سؤال هنا إذا سمحت، لماذا يتأخر هذا النصر ولماذا تتأخر هذه الحرية على الرغم من وجود فصائل مقاومة حتى بالسلاح للاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، مثلا على رأسها حركة حماس، الجهاد وغيرها؟ الحقيقة أنا وضحت هذه النقطة في المقال بشكل موجز. طبعا تاريخ النضال الفلسطيني والكفاح من أجل الحرية ممتد من قبل عام 48 وبعد 48 وما زال مستمر حتى يومنا هذا، ولكن بالقياس إلى تاريخ حركات التحرر تعد الحالة الفلسطينية قد أصابها الكثير من التأخر والتراجع لسببين أساسيين يمكن أن تستنبطهم الدراسة الموضوعية. السبب الأول قد يكون لعامل نوعية الاستعمار الصهيوني للأراضي الفلسطينية واستعمار استيطاني، وبالتالي يقيم في البلد وليس له بديل حقيقي يعود إليه، لرفض البلاد الغربية لعودة استقبال اليهود إلى أراضيها. والسبب الثاني قد يكون متعلق بالفصائل الفلسطينية نفسها وبآليات الكفاح والوسائل والشخصيات القيادية التي قادت النضال الفلسطيني، حيث هناك أسباب معوقة في هذا النضال تعود إلى حالة الفساد الموجودة في عمليات المقاومة أو انزياح جزء من قادة الشعب الفلسطيني إلى مفاوضة المحتل ومساومته وتقبل فكرة العمل وكيلا له في الأراضي التي يخرج منها كما هو الحال في السلطة الفلسطينية أو كما كان في حال كرزاي حينما كان وكيلا للأمريكان. ويختلف الأمر هنا الحالة الفلسطينية إما أنها تعاني من الوضع الذاتي ومعوقاته أو من طبيعة الاستعمار الصهيوني ومعوقاته. واضحة، لكن فيما ما يتعلق بما أسميته عملية انزياح لبعض القيادات الفلسطينية وقلت على سبيل المثال السلطة الفلسطينية، في النهج الذي تتبعه السلطة الفلسطينية اليوم هو مسألة المفاوضات والحوار مع إسرائيل، في مقابل ذلك هي تلقي السلاح جانبا، وهذا على العكس تماما ما فعلته مثلا طالبان عندما تحاورت مع الاحتلال الأمريكي، أبقت السلاح موجودا في يدها. طيب هناك من يسأل دكتور، هل يمكن لحركة حماس مثلا أن تفعل ما فعلته طالبان، تبقي السلاح بيدها وتذهب إلى الحوار مع إسرائيل؟ الحقيقة إن حركات التحرر جميعا، وأنا ذكرت تجربة الفيتنام أيضا وتجربة الجزائر وتجربة طالبان، وكلها تقول إنه من أراد أن يفاوض العدو لابد أن يستبقي سلاحه ولابد أن يراكم عملية إيقاع الخسائر في العدو حتى يضطر العدو إلى إعطاء المقاومين جزءا من حقوقهم إن لم تكن كل هذه الحقوق. فانزياح السلطة إلى جانب المفاوضات بدون سلاح كانت نتيجته 25 سنة أو أكثر دون تحقيق نتائج ملموسة ترضي الشعب الفلسطيني. التجربة مثل أمام حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى في غزة، هي تفاوض على التهدئة على سبيل المثال ولكن بيدها السلاح، وإذا دخلت في مشروع هدنة أيضا هي تستطيع أن تفاوض على هدنة طويلة المدى ولكن بيدها السلاح، مع الاحتفاظ بحقها في بناء الدولة وبناء الحرية وبناء الشعب المستقل وأن يكون لديه السلاح الكافي الذي يدافع عن نفسه. اليوم المجتمعات الدولية وخاصة في المجتمعات الغربية التي تقوم على البراغماتية البحتة ولا تعترف بالمبادئ والأخلاق لا تؤمن إلا بالقوي ولا تدفع ضريبة إلا إذا كانت مضطرة للقوي. فعلى الشعب الفلسطيني أن يراجع ملف الحالة الفلسطينية منذ أصله وحتى تاريخه
وهو سيكتشف موضوعيا أن الطريق الذي سلكه جزء من الشعب الفلسطيني في المفاوضات بدون سلاح كان طريقا ضعيفا وخاطئا وفيه تراجع مستمر منذ البداية وحتى النهاية، وعليه بالتالي أن يسلكوا طريقا آخر سلكه الفيتناميون وسلكته الجزائر وسلكته أيضا طالبان وغيرها من الدول التي تريد التحرر من الاحتلال. وهذه سنن الحياة وسنن الكون في النهاية، والحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها حيثما شاء. والآن الكرة في نظري في ملعب الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، هل تستفيد من درس طالبان الجديد، هل تراجع أم أن تنضم إلى الجوقة الغربية والإسرائيلية التي تهاجم طالبان على أنها حركة إرهابية وحركة ربما تسمح بنقل تجربتها وسلاحها إلى منطقة فلسطين والقدس وغير ذلك مما أصبح هو جزء من الحركة الصهيونية والدعاية الصهيونية في مواجهة الحدث المتغير في كابول في هذه الأيام. نشكرك جزيلا على هذه المداخلة هاتفيا الأستاذ الدكتور يوسف رزقة من غزة، شكرا جزيلا لك. دعونا مشاهدينا نتوقف الآن عند هذا الفاصل، ثم نعود إلى قراءة في الصحافة العربية والعبرية والإلكترونية. مشاهدينا من جديد نرحب بكم بعد الفاصل، والآن نتحول إلى قراءة في عناوين بعض الصحف العربية وكذلك العبرية. واسمحوا لي أن نتعرف على تفاصيل هذه العناوين من خلال ضيفنا هنا في الاستديو، نرحب به الآن الزميل الصحفي رامي الجندي. أهلا بك رامي معنا. أهلا وسهلا. عدد من العناوين لدينا، بداية من القدس العربي، مشاورات لطالبان مع عبد الله وكرزاي وغني في الإمارات وواشنطن تتخلى عنه. دعنا في الشطر الأول، خلينا بداية رامي، هذه المشاورات مع عبد الله وكرزاي ما طبيعتها، ما الذي رشح عنها؟ طبعا هو بعد عودته إلى أفغانستان بعد 10 سنوات في مكوثه في خارج أفغانستان، يعود الملا عبد الغني برادر وهو رئيس أو النائب الأول لرئيس حركة طالبان في أفغانستان، يعود وعقد عدة من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء القبائل وزعماء القبائل وأيضا علماء الدين والوجهاء والأعيان في قندهار. هو وصل ليلة أمس من أجل هذه الاجتماعات، كانت من أجل محاولة أو بحث آلية تشكيل حكومة ربما تقودها طالبان، لكن أيضا طالبان هي قالت في وقت سابق بأنها لن تشارك أو لن تقود حكومة في أفغانستان، هي تحاول الآن أن تشكل حكومة، وأيضا تحاول أن يكون من ضمن هذه الحكومة أيضا وزراء ومسؤولين سابقين سواء كانوا في الحكومة التي سقطت قبل أن تدخل طالبان إلى أفغانستان وتسيطر على معظم الأراضي الأفغانية، أو أيضا من القيادات العسكرية والسياسية السابقة التي شاركت في الحكومات السابقة. لكن حتى هذه اللحظة أيضا هناك مؤشرات على ما يمكن وصفه بالبرنامج السياسي الذي ربما يعني تشاركه حركة طالبان فيما يتعلق باعتماد مثلا الديمقراطية. هي قالت هناك تصريحات لأحد المسؤولين من حركة طالبان بأنه لن تعتمد حركة طالبان في نظام الحكم الديمقراطية، بل ستعتمد على نظام الشورى وأيضا الشريعة الإسلامية. وبالتالي هذه كانت بعض الخطوط العريضة أو الرؤية التي ممكن أن تطرحها حركة طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان. فيما يتعلق أيضا قالت هناك تصريحات لأنه ربما يتم تشكيل مجلس حكم في أفغانستان وسيكون مشابها لمجلس الحكم الذي كانت عليه طالبان عندما كانت مسيطرة على أفغانستان في بين عامي 96 و2001. وأيضا هي قالت بأنها لن تناقش موضوع النظام القانوني أو الديمقراطي في أفغانستان، بل ستستمر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. لكن أيضا في المقابل تستمر حاليا عمليات الإجلاء للدبلوماسيين والوزراء والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة الموجودة في أفغانستان حتى هذه اللحظة. تقريبا يوميا يغادر من أفغانستان 5000 شخص إلى خارج أفغانستان من البعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة. على الإطار الآخر أيضا هناك كانت ليلة أمس تصريح أو تصريح مرئي للرئيس الهارب ربما ممكن أن نقول أو المغادر لأفغانستان هو أشرف غني، استعرض فيه جملة من التطورات التي حدثت والتي دعت إلى أن يغادر أفغانستان، وقال بأنه يحاول أن يعود إلى أفغانستان إلى بلده في أقرب وقت، وأنه يعمل على بعض المشاورات مع بعض الأطراف
للعودة إلى أفغانستان، وأنه اضطر إلى مغادرة أفغانستان تحصينا للدم الأفغانستاني وعدم حدوث صدام مع حركة طالبان. وهنا إشارة من الصحيفة عن تخلي واشنطن أيضا عن أشرف غني. طبعا واشنطن أشارت إلى أن الرئيس أشرف غني لم يعد له أي مسؤولية في الحكم في أفغانستان، وهذا يعني بأن واشنطن تخلت رسميا عن أشرف غني الذي كان هو ربما وكيلا لها في أفغانستان، وكانت تدعمه بأكثر من 2 تريليون دولار فيما يتعلق بتجهيز الجيش الأفغاني ودعمه وما إلى ذلك. لكن هذه المنظومة انهارت بشكل لم يكن يتصوره حتى الإدارة الأمريكية، انهار بشكل سريع جدا. لم تطلق رصاصة واحدة ما بين حركة طالبان وبين الجيش الأفغاني الذي ترك سلاحه وترك عتاده وزيه العسكري، وأيضا غادر أمام حركة طالبان. حتى الآن هو المشهد ضبابي طبعا، العديد أو كل العالم يرى أن هناك لا يوجد حتى الآن رؤية واضحة كيف يمكن التعامل مع الملف الأفغاني داخليا، أو حتى كيف يمكن التعامل مع حركة طالبان إذا سيطرت على الحكم وشكلت حكومة. بالإضافة إلى أن هناك معضلة كبيرة وأزمة كبيرة ستواجه العالم، هي اللاجئون الأفغان الذين يهاجرون إلى خارج أفغانستان ربما خوفا من حكم طالبان القادم. والدول الأوروبية بعضها بدأ يتحدث مع ما يمكن تسميته بدول العبور حتى لا تصل هذه الهجرة الأفغانية إلى الدول الأوروبية. نذهب إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت اعتراض دورية ليونيفيل في منطقة نفوذ حزب الله، ما التفاصيل هنا رامي؟ هو طبعا موجودة قوات اليونيفيل في لبنان، هي قوات لحفظ السلام. ليلة أمس فجرا كان هناك اعتراض من قبل أهالي مدينة النبطية في جنوب لبنان لقوة من قوات اليونيفيل كانت في المكان. بالطبيعة هناك قوات اليونيفيل تجول في المكان ضمن الإطار والخط الجغرافي المحدد لها الفاصل ما بين الطرفين، لكن هناك قوة من قوات اليونيفيل دخلت إلى منطقة تتبع لنفوذ حزب الله، وهو نفوذ واسع جدا في تلك المنطقة. وكما قال أيضا أهالي تلك المنطقة بأنهم لاحظوا بأن هذه القوة تقوم بعمليات تصوير الليلي مريب، ولم تعتد عليه هذه أهالي هذه المنطقة من قوات اليونيفيل، وبالتالي كان هناك تدخل وحصلت أيضا منع من التصوير، وكانت هناك حالة من الاشتباكات نوعا ما. لكن قوات اليونيفيل قالت بأن ما حدث كان خطأ يعود إلى جهاز الجي بي أس الذي تستخدمه قوات اليونيفيل، وبالتالي خرجت من الشارع العام ودخلت إلى شوارع فرعية مما أدى إلى حدوث هذه الحادثة. لكن ينظر إليها ربما على أنها تقوم بإرسال الصور أو مواقع ما، لأن هذه المنطقة تابعة لنفوذ حزب الله. المنطقة طبعا لا زالت ضمن منطقة الشرق الأوسط أيضا الملتهبة ما بين حزب الله وبين أيضا الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. نذهب إلى آخر ما لدينا في الصحافة العربية هذه المرة من المصري اليوم. مجلس النواب الليبي يوافق على قانون انتخاب الرئيس. طبعا هذه الجلسة شهدت خلافات حادة وأيضا ضربا بالأيدي ما بين النواب الذين كانوا مجتمعين في مجلس النواب الليبي، وتم تعليق الجلسة أكثر من مرة. لكن في الخبر الذي حدث هو أن مجلس النواب الليبي وافق على أن يكون على مشروع قانون يتيح بانتخاب الرئيس الليبي مباشرة من قبل الشعب، وأيضا تم إحالة هذا المشروع القانون بعد الموافقة عليه للجنة الدستورية والقانونية من أجل الصياغة النهائية. بالإضافة إلى ذلك أيضا وتوافق مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021 للجمهورية الليبية، أيضا هذا القانون كان معدلا من قبل الحكومة. وبالتالي هناك حراك خطوة إلى الأمام فيما يتعلق ب تنظيم الانتخابات، وأيضا ما سينتج عن ذلك من تشكيل حكومة جديدة، لأن الحكومة الحالية حكومة عبد الحميد دبيبة هي من مهامها فقط إجراء الانتخابات، والتي من المقرر أن تجرى ديسمبر. في أكتوبر أو ديسمبر ربما ديسمبر. القادم. وبالتالي بالإضافة إلى أن هناك أقر لقانون الانتخاب أن بعض العسكريين أو المدنيين يحق لهم التقدم إلى الانتخاب أو الترشح إلى الانتخابات، ولكن أيضا سيكون في إجازة لمدة 3 أشهر في حال لم يتم فوزه في الانتخابات، فسيعود إلى وظيفته الحكومية. وربما هذا الخبر يعني له إطلالة إلى خليفة حفتر وله علاقة به فيما يتعلق بترشحه للانتخابات القادمة. سنرى ما قد يحصل، وإن كانت فعلا هذه الانتخابات قد تجرى في موعدها المحدد أم لا. كثير من المراقبون يعتقدون بأنها لن تجرى بسبب ضيق الوقت وتعثر أيضا مواضيع مثل الميزانية وغيرها من الملفات في ليبيا.
نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة ثم نعود. في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ: هل سمعت بالمرأة التي نجت قبل 40 عاما بعد أن تجمدت تماما لست ساعات؟ هل تعتقد أن سريرك نظيف؟ لا تفرح كثيرا، إليك ما يقوله أخصائي الأحياء الدقيقة. دراسة: هذا هو تأثير الإفراط في شرب القهوة على الدماغ. تعود أحداث القصة إلى عام 1980 في ولاية مينيسوتا الأمريكية، حين عثر رجل يدعى والي نيلسون على جثة مستلقية في الثلج على بعد أمتار قليلة من باب بيت. الجثة كانت تعود لفتاة تدعى جان هيليارد وتبلغ من العمر 19 عاما. كانت عائدة إلى منزل والديها في درجة حرارة تحت 30 مئوية لمدة 6 ساعات. كان جسد هيليارد مستلقيا في الثلج القارس ليجعلها مجمدة صلبة، وبفضل استجابة نيلسون السريعة عاشت هيليارد لتصبح قصتها جزءا من المعرفة الطبية والفضول العلمي. وجدت الأبحاث التي تبحث في أغطية أسرة المستشفيات أن بكتيريا المكورات العنقودية كان وجودها شائعا في الملاءات، ومع أن هذه البكتيريا غير ضارة عادة، إلا أنها قد تسبب مرضا خطيرا عندما تدخل الجسم من خلال جرح مفتوح. أثناء نومك في السرير تتخلص من حوالي 500 مليون خلية من خلال الجلد يوميا. قد تجذب هذه الخلايا الجلدية عث الغبار المجهري، والذي يمكن أن يسبب الحساسية وحتى الربو. وعلى الرغم من أن هذه الحشرات الصغيرة التي يبلغ طولها حوالي 5 ملم لم تظهر أنها ناقلة للأمراض، إلا أنها يمكن أن تسبب علامات لدغة حمراء مثيرة للحكة، إلى جانب القلق والأرق والحساسية. يستمتع الكثير منا كل يوم بفنجان من القهوة أو فنجانين على مدار اليوم، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن الإكثار من تناول القهوة يمكن أن يقلص حجم الدماغ ويزيد من خطر الإصابة بالخرف على المدى الطويل. هذه الدراسة شملت 17,702 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 37 عاما و73 عاما. تم أخذ بياناتهم من مشروع بيون بانك في المملكة المتحدة. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون 6 أكواب من القهوة أو أكثر خلال اليوم لديهم فرص أعلى بنسبة 53% للإصابة بالخرف، مقارنة بأولئك الذين كانوا يشربون 2 كوب. مشاهدين، الآن نتحول إلى الصحافة العبرية، ومن إسرائيل اليوم اخترنا هذا العنوان: قلق من تقارب بين طالبان وحماس والأخيرة تعلق. لماذا هذا القلق وما هو تعليق حماس؟ تقارب ما بين حركة حماس وبين حركة طالبان، كون الحركتين هما حركتان تحرر وطني من قبل من الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وأيضا من أفغانستان من الاحتلال الأمريكي، حيث أنه زال الآن الاحتلال الأمريكي من أفغانستان وبقي أيضا الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هناك تخوف من التعاون بينهما، أولا فيما يتعلق بزيادة تهريب السلاح إلى حركة حماس كما تقول هذه الصحيفة والمخاوف الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك في على الأرض الأفغانية ربما معسكرات لتدريب بعض القوى وحركات التحرر كما تقول الصحيفة والإعلام العبري، وبالتالي هذا التخوف والتعاون بين الطرفين رغم البعد الجغرافي ما بين فلسطين وحركة حماس وجودها في فلسطين وبين الأرض الأفغانية مئات الآلاف من الكيلومترات، لكن تبقى إسرائيل متيقظة ومتخوفة من قبل هذا التعاون أو هذا التحالف الذي ربما يكون. وأيضا كانت هناك تصريحات لحركة حماس ورئيس المكتب السياسي لها أشاد بهذا الانتصار وتحرير الأرض الأفغانية، وكان هناك لقاء أيضا من بين رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية مع قيادات من حركة طالبان في الدوحة وأشاد بهذا النصر، وأيضا هذا التخوف من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو من التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالتدريب أو تهريب السلاح إلى حركة حماس. أشكرك جزيلا على حضورك معنا اليوم الزميل الصحفي رامي الجندي، ونتوقف مشاهدينا عند آخر أخبار فيروس كورونا ثم نعود.
في أخبار كورونا لهذا اليوم نقرأ: كورونا يعرقل جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 للعام الثاني. قرر منظمو سباق سيارات فورمولا 1 إلغاء سباق الجائزة الكبرى في اليابان للعام الجاري، وذلك على خلفية استمرار انتشار جائحة كورونا. وكان من المقرر أن يقام سباق الجائزة الكبرى في اليابان في الفترة الممتدة بين 8 و10 من تشرين الأول أكتوبر المقبل بحسب البيان نفسه. وقال المنظمون في بيان: لقد اتخذت الحكومة اليابانية قرارا بإلغاء السباق هذا الموسم بسبب التعقيدات المستمرة للوباء في البلاد. كورونا تصيب حاكم ولاية أمريكية رافض للكمامات. رغم أنه تلقى اللقاح، أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريث أبوت المعارض الأشرس لإلزامية وضع الكمامات للوقاية من كورونا أنه أصيب بفيروس كورونا، وذلك غداة مشاركته في حدث عام أقيم في مكان مغلق. وقال مكتب الحاكم في بيان إن أبوت المحصن بالكامل ضد كورونا يخضع يوميا للفحص، واليوم أتت نتيجته للمرة الأولى إيجابية وفق قناة الحرة الأمريكية. وأضاف البيان أن أبود سيعزل نفسه في منزل الحاكم وسيستمر في إجراء الفحص كل يوم. مشاهدينا، الآن إلى آخر فقرات جولة الصحافة لهذا اليوم، قراءة سريعة في عناوين بعض المواقع الإلكترونية. أبدأ من الجزيرة نت: ارتدادات سيطرة طالبان مستمرة في واشنطن، وكالات الأمن غارقة بالاتهامات المتبادلة، وبايدن يفتح باب بقاء قوات لبلاده في كابول. هذا الخبر الرئيسي في الجزيرة نت. نذهب إلى الخليج الجديد، وفيه اليوم: بعد لقائه مستشار الأمن الوطني الإماراتي أردوغان يفكر في لقاء بن زايد. وفورين أفرز: هكذا سيكون مستقبل التنظيمات الجهادية بعد انتصار طالبان. وأيضا أردوغان: مستعدون للمساعدة في حل المشاكل بين السودان وإثيوبيا. نترك الخليج الجديد مشاهدينا ونذهب إلى عربي 21. مستوطنون يطعنون فلسطينيا والاحتلال يشن اعتقالات بالضفة. 12 قتيلا حصيلة ضحايا فوضى مطار كابول منذ الأحد. أردوغان يرحب بتصريحات طالبان المعتدلة، ماذا عن مطار كابول؟ 5 قتلى من عائلة واحدة بقصف نظام الأسد على إدلب. وعربي 21: في جنوب لبنان أعلام فلسطين تواجه الاحتلال. ومحام دولي يتحدث للموقع: أمريكا تحمي جولان وهذه قوة تنظيمه. نصر الله يقول: سفينة محروقات إيرانية تنطلق إلى لبنان خلال ساعات. والجيش اليمني: حررنا مواقع استراتيجية بالجوف شمالية البلاد. نترك عربي 21 ونذهب إلى بي بي سي عربي. صندوق النقد الدولي يحجب موارده عن أفغانستان. ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية؟ والاتفاقية المذهلة التي حددت مصير أفغانستان. نكتفي مشاهدين بهذا القدر من العناوين في الصحافة الإلكترونية، ونشكركم على المتابعة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.